بسم الله الرحمن الرحيم. المصطفى بن شعيب رئيس جامعة أولاد أنبار. اليوم بفضل الله كنت واجد واحد المنطقة كتسمى كيلاتي، يعني المركز ديال الجامعة ديالنا. الحمد لله عندنا زيارة من السيد رئيس الجهة والسيد العميل بالمناسبة، يقدموا واحد المجموعة ديال الأكشاك لفائدة الجمعية اللي كتأثر واحد المجموعة ديال الناس العاطلين على العمل، ومنهم واحد المجموعه ديال الناس اللي هما اصلا معاقين والدخل ديالهم محدود. وان شاء الله بهذه المناسبه كنتمنوا يعني هذا الخير يعود على المجموعه بواحد الخير وبواحد النفع. بالمناسبه كنشكروا السيد رئيس الجهه على المجهود اللي كيقوم بها في الجامعه ديالنا، منها فك العزله، منها ربط الضوابير بالاناره، ومنها سميتو فتح مسالك اللي هي بين وكيربط ما بين جميع الدواوير. وكنشكروا السيد العامل على المبادره اللي كيديرها واللي كيدعم حتى هو الجامعه ديالنا، وان شاء الله هذه بادره خير. وكنشكركم. اولا مرحبا بكم عندنا هنايا في ولا دمغار، معكم لالوش فاطمه فاعله جمعويه بالمنطقه ولا دمغار، جمعيه المستقبل للتنميه المراه القرويه. كنشكروا مجلس الجهه على هذه المبادره الزوينه اللي دار، هي من خلالها غنديروا مشاريع هنايا ان شاء الله. وحنا كشخصيا غنديروا واحد المشروع ديال تسهيلات ديال الماء، خلطوا فيه الماء والضوء، هي نسهلوا على الناس ديال الدوار دواوير بالاحق دواوير هنايا، باش نسهلوا عليهم باش ما يمشيوش لواحد المنطقه بعيده باش يخلصوا الماء والضوء، وان شاء الله يكون خير. وشكرا لمجلس الجهه على هذه المبادره. رحيم، معكم رئيس تعاوني اصغر الاخضر محمد السقسيقي. كما كتشوفوا اليوم يعني عندنا تسليم هاد الكيوسك هادو. العدد المستفيدين هم 14 ديال الاعضاء التعاونيه، والتعاون ان شاء الله يعني هاد المستفيدين هادو غادي يتمكنوا كاملين يعني يبيعوا المنتجات المحليه ديالهم، سواء العسل والفخار ولا غير ذلك. الحمد لله يعني مجلس جهه الشرق وكاين الاخر بشراكه مع عملة إقليم الدريوش وجماعة بودينار، عفوا جماعة أولى دمغار، وكان إن شاء الله يعني حنا تعاونية وهادشي اللي كان إن شاء الله.